بما أن هذا هو لقاؤنا الأول بعد غياب، سأسمع من كل واحد منكم وبالفصحى ماذا جرى معه خلال العطلة. فارمي، قلت لي بأنك ذهبت إلى القرية. لا، إلى الضيعة. القرية أو الضيعة. الضيعة أحلى. المهم أن تخبرنا ماذا شاهدت، ماذا فعلت، المطلوب أن تتكلم. الضيعة التي ذهبت إليها هي ضيعة ستة جدتي. أنتوا كمان من هونيك ستيز؟ جدتي وليس ست. أنا أعيط لها ستي وأحياناً تيتا. المهم، ضيعة جدتي. ضيعة جدتي، وهناك زرت جدتي. بيت جدتي جميل، قرميده أحمر، تحيط به حديقة غناء مليئة بمختلف أنواع الزهور ذات الشزل الجميل، والتي تحوم حولها الفراشات والنحلات تمتص من رحيقها اللذيذ لتصنع لنا العسل الشهي. لحظة، هذا المقطع ألست أنا من أعطاكم إياه في الفصل الماضي لتحفظوه غيباً؟ بلى. وهل بيت جدتك بهذا الوصف؟ كيف؟ الذي قلته الآن؟ لا أعرف. كيف؟ ألم تصفه لي؟ أنا حفظت وما فهمت شيء من اللي قلته. بيت ستك كيفه؟ بيت ستي مزبوط؟ لك إيه مزبوط؟ بيت ستي حجر قديم، قطين ودار ومطبخ، والحمام برات البيت بالحقلة. والحديقة؟ أي حديقة؟ في بورة فيها شجرتين صنوبر، حوش بالليل ما حدا قصفه، كل ما اروح على الحمام بتعور اجري وبرجع مدمر. لماذا لم تصفه لي من قبل عندما طلبته منك؟ هداك البيت احلى من نحو. اخبرنا، كيف كنت تمضي يومك في القرية؟ كنت استيقظ في الصباح الباكر مع صياح الديك. فانتهض من الفرشة بسرعة. انهض من السرير. ثم اسرع لأرعى الحيوانات الأليفة، الحيوانات التي تربيها ستي. أرعاها جيدا جدا. وبعد أن أنتهيها أحمل الزوادة إلى جدي. كانت زوادة جدي مؤلفة من بيض مسلوق وتين مطبوخ وبندورة وخبز مرقوق. كان جدي عندما يشوفني جائعاً من بعيد يراني آتياً يركض إلي ويحيطني بذراعيه القويتين ويجلسني على حرجه حضنه وفي المساء
نعود إلى البيت هلكانين، ولكن الفرح يعمي قلوبنا. يعم قلوبنا. فتضع لنا ست العشاء. ونتقاسم اللقمة بشهية. وأخيراً ننام.